كويس اني قبل اقاتلهم شوف كيف على طول يوم اعطيتهم مدولي الحبال هذه، هذا شيء رهيب. لكن المشن في هذا الاتجاه فبغيت حبل بهذا الاتجاه. يا سلام عليكم. You can go search Barney's stuff. Coast is clear now. Get the hell out of there. We still ain't Doran. Why are you going through my sister's stuff? Shit. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من تختيم لعبة داينغ لايت 2. طبعا الثنتين هذول ما يخصهم ابدا في مقطع اليوم، ولكن عجبتني نظراتهم خصوصا هذه اللي على اليسار. المهم بعطيكم ملخص سريع جدا بالاحداث اللي صارت. طبعا احنا نحاول نطلع من هذه المنطقة يا اخوان، اللي هي ترينتيتي، مثل ما تشوفون اسمها على اليمين تحت ترينتيتي. نحاول نطلع منها ونوصل الى الماب او العالم الاخر هذا، ولكن قوات حفظ السلام في هذه المنطقة مسكرين الحدود فمش قادرين نطلع. وحاولنا نطلع في الحلقة الماضية وصادونا. المهم بسبب ان القائد حقهم انقتل وقالوا ما راح نخليك تطلع لين ما تحصلنا القاتلة وتساعدنا يعني في تحقيق وكذا، او نكتشفها بنفسنا وبعدين بنفتح الحدود. احسهم يسمعون السالفة هذول كذا. بعدين طحنا في القائدة حقت الناجين. طبعا في اللعبة عندك يا ان قوات حفظ السلام او الناجين. طحنا في القائدة حقتهم وقالت لي يا طول العمر ابشر بالفزعة، انا حافظة المنطقة هذه كلها وراح ادبر لك طريق يطلعك من هذه المدينة من غير لا تحتاج قوات حفظ السلام، ولكن احتاجك توقف ضدهم او تساعدنا ضدهم لانهم ناس وكذا وكذا، يعني حشت فيهم ومحتاجين نقطة المياه هذه اللي تشوفونها او خزان المياه. ليش؟ لان الجماعة كلهم الناجين هذيلا سرفايفل من زومبي يعانون من نقص وتلوث الماي، فلازم النقطة هذه يحتلونها عشان يتوفر لهم الماي. فاليوم عزيز المشاهد الافتتاح لأول خزان ماي. طبعا خزانات الماي والكهرباء كلها مجموعها 7 في اللعبة، وفي المنطقة هذه كلها اللي تشوفونها تقريبا ما في إلا هذا اللي بنشوفه بعد شوي. فبعد ما أساعدهم راح يساعدوني في الخروج من المنطقة هذه. طبعا مجرد ما تفرفر في هذه المدينة تسمعهم يسولفون كذا، يعني انه صعب، يقولون صعب ان نحرر منطقة المياه وصعب التسلق ومدري ايش والزومبي مليانين هناك، فيجيهم وانتد حلال المشاكل. شوف اوه هذه خويتنا اللي اخذنا منها سلاح، عندها سايد ميشن. بس انا في السلسلة هذه مركز على موضوع المشنات الرئيسية. اذا ودكم سايد ميشن والله انهم رهيبين، فراح انزل لكم برضو يعني مقاطع من سايد ميشن. ليه 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 وش سويت انا؟ انا قلت ما يخصني في سايد ميشن. السلام عليكم. دقيقة يا اخي انا ودي اجرب سلاح. فأس كبيرة لجامع الخردة. تعالي قلبي. والله رهيب هذا. سلم على راسك. انت سلم على يدك. اوكي هذا هو الظاهر. وصلت انا تقريبا، توجه الى خزان المياه. والله يعني جالت جنب المكان. حلو وصلنا الى مكان الافتتاح يا اخوان. نقول بسم الله. حبتين بابا نجم يضرون على السريع. احسه يعاني هو يقاتل بهذا الفاس. نقول بسم الله الى الافتتاح. هو في انهبتر كونتينر داخل بعد. حلو يمدينا نطور يعني. السلام عليكم. طحنا في العسل. العسل ما يطيح الا في عسل. ما شاء الله هذا الصبح يكونون بطيئين. فحلو الصراحة. اذا ما كنت فاضي لهم كذا العب الصباح امورك طيبه. اوه هذا كويس، بس ما ادري هل لازم اني احرره من الزومبي كامل، ما اعرف. خلينا نشوف. كويس هذا سهل. سوفي جاك اند جو ار ان ذا تاور ذي غانا بلو ات اب. ما بيقدر ندخل هناك. اف ذي دو وي ويل هاف نو واتر سورس. كم اون ايدن ذا تاور از مايند تراي تو ديسارم ذا تشارجز. يا ولد ما تقدر، بقص لك يدك، بقص لك يدك. ايش 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 بيفجرون هذا. وات هذا البيس كيبر اللي بيفجرون
يا ساتر يا ساتر يا ساتر، شفتوا كيف؟ انا بديت اكره البيس كيبر والله، اصلا من اسمهم واضح انهم عيال طوط اللي يقول لك قوات حفظ السلام، يعني ضد السلام. هذا لا، اعثر على المتفجرات وابطلها. في بعد متفجرات غير هذه؟ انا جالس ارقى لاني اشوف طريق ارقى عليه، بس ما ادري وش السالفة وين المتفجرات بالضبط. معليش، خذنا الدوار. السلام. اجمل شيء الباركور يا اخي في اللعبة. ولا عاد طورت المهارات الحين، صاير عندي يركض بسرعة. لا لا لا، انا طلعت فوق ليش؟ عشان انزل اسمع صوت ال، ما ادري في وقت ما في وقت الظاهر. لو اضافوا وقت كان بيكون ميشن افضل. اعذروني يا اخوان، انا اول مرة افتح والله الخزان ولا عندي اي خلفية. انا جيت من هنا عاد فيه فوق ولا كيف الوضع الحين؟ اوه ما علي، طورت مهاراتي يسخافون. معلم لي اياه بالاصفر يعني افهم يا الذيبان. اوه جو. We were supposed to take tribute, just collect money. Jack, give it back. They'll get what they deserve. They will die. Jack, I'm warning you. Got it. And the water is safe. بس كيف اسمعهم انا؟ وينهم؟ لا سلكي هنا ولا ايش؟ عساني حصل جو هذا فوق لانه هذاني، والله هذاني في القصة. كل شوي جو وجو وانتبه من جو، مدري ايش جو. شوف المنظر من هنا. اوه تعال، والله ذكرت شغلة معليش. يقول لك اذا صعدت المرتفعات استخدم المنظار المكبر عشان تلقط بعض الاماكن مثل هذا. شوف اكتشفت محطة كهرباء، شوف موجودة قدامي بس ما تبين في الماب قدامي، مفروض انها بهذا الاتجاه، ما في طاحونة. اوه شيت في، اوكي في العالم الثاني. اوكي ما علينا، والله يا اخوان الهدف شوي بعيد. اسري ارقى يا طيب ارقى. made it after all. اوكي حلو والله، يمكننا نتفاوض. يتفاوض مع مين جاك؟ رويني خشته بس اخلص علينا. شافنا الرجال. اوكي هذا لا مع البزار ولا مع ال، هذا المشردين كذا عرفت؟ فاير وورك. جو اي دونت وان تو داي يو اس هول. السلام عليكم. وين جو فيكم بالله؟ وين جو؟ ستوب اور وي بلو ذا جاد دام تاور اي سوير. ما ادري اني فكيته. خلنا نتفاوض، القتال لاحقين عليه. اي فاوند ذا بومز، ليتس توك. ذا تايم فور توكينج از اوفر. وير غانا فوك ذيس بليس. ما يفهم هذا، ما يفهم. خلنا بكلمه بالعربي. اي والله ما يسمع. And to leave the city safely. I help me and I'll help you. ودي اعرف ايش فائدتهم. Yourself, Jack. Nobody's letting us out of here alive. Look, I am a pilgrim. Let's just blow it up already. I dare you. I know you won't. كيف بيفجرونهم فوق؟ Don't listen to him, Jack. It's over. Fuck it up. I don't know. I'm scared. Joe, wait. Joe. Hey, isn't that the pilgrim who showed up at the bazaar recently? Maybe. Pilgrim or Pope. Don't you get it? If he's a pilgrim, he can get us out. Lead us out of the city to someplace safe. I don't trust that fucker. You don't trust anyone! I told you to play nice with Barney when we had the chance! Fucking listen to me for once! Barney. Well, play nice with Barney? What for?
to make him get the fuck out of the bazaar after what we found out from the peacekeepers. We tipped off the fucker, gave him a chance to run. But he thought he was too clever for that. They warned Barney. About what? Well, about Lucas wanting to take him in on weapons charges, among others. But set a trap for him for weeks. And instead of politely getting the fuck out of here, he tried to play cute instead. So, Barney knew Lucas was after him. The moron wanted to start a war in old Villador. And you ask me, war's the last thing we need. Money, crystal... That's why I tried to put an end to that rabbit dog and his sister. So, Pilgrim, will you get us out of the city or what? Calm down, Joe. I won't fucking calm down. Get us out of the city, Pilgrim. To the nearest safe settlement. And no one will die here. شكرا على الفضائح اللي اعطيتوني اياها ولكن لن نساعدكم. I don't bargain with extortionists and murderers. Well now, look at the saint. The pilgrim wants to preach to us. Oh, you fucking fool. Do it, Jack. Now. Goodbye, Bazaar. What? What happened? Your toys don't work? You did this? Yes, I pay for that. ضغطك دقيقة دقيقة أي سيف تبغون استخدم معكم لازم أرويكم بداية الحلقة سروالي الرياضي ثواني 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 خلنا نجيب لهم هذا لا 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 خلي واحد 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 ها وش فيكم طحت ها ها اي وش فيك لسه ما مات هذا جيب له السيف السيف شراسه ويمدينا سقع بعد قطاع رأس المسعف هذه نهاية كل مجرم عزيز المشاهد وعذرا على المقاطع الشنيعة So what now, Aiden? Smart guy. Who gets control of the water? اوكي الحين يخيرني كلما ازداد عدد المنشآت التي تخصصها وتسندها إلى الفصيل فسيغدو هذا الفصيل أشد قوة حتى يتمكن من تثبيت هياكل بشكل أفضل يمكن الاطلاع على الوضع الحالي لتنسيق المدينة من خلال قائمة الخريطة حين يسيطر أحد الفصائل على المنطقة فإنه يدخل إليها الهياكل الخاصة به إذ تبدأ قوات حفظ السلام في تثبيت الفخاخ القتالية بين منشئ الناجون مساعدات الباركور التي تتمكنهم من الانتقال بشكل أسرع وأنا صراحة أحب الباركور أكثر فهالمرة بختار موضوع شو اسمه الناجون بينما لو اخترت قوات حفظ السلام راح يخصصون لي شغلات في الماب اللي تساعد في قتل الزومبي وعندما تختار واحد منهم فسيبدون في بسط سيطرتهم على المنطقة المحيطة بهم اوكي هذا اللي بيحطون لي حبال الانزلاق مثل ما تشوفون في جميع يعني حوالين الماب وتزويد المدينة بالمياه وهنا مصائد السيارات يعني اذا كانوا يلاحقوني كذا زومبي وهذا لا مشكورين الله يعطيكم العافية خلنا بختار هذا تبديل الفيديو ايش هذا تبديل الفيديو وعطينا هالناجون او السربايفل ما شاء الله مصر عم يجوا كلهم حلو اهم شي الاشعه فوق البنفسجية عشان وقت النحشة حس اني حررت القسطنطينية بس تحت مستوى تقريب تنسيق المدينة اضغط من دخول الخريطة واو وش ذا الحين هذا قوات حفظ السلام وهنا منطقة الناجين وهذا ايش المنشقين وهذا ناجين قوات حفظ السلام اوكي جميل الحين صاروا متعادلين كويس اني قبل اقاتلهم شوف كيف على طول يوم اعطيتهم مدوا لي الحبال هذه وهذا شيء رهيب لكن المشن في هذا الاتجاه فبغيت حبل بهذا الاتجاه السلام عليكم
search Barney's stuff. Coast is clear now. ما حد شاف. اصلا حباله ما هي بعجبتني. يعني لازم ادخل من هنا ولا ايش؟ اوكي. يا رجال هي نفسها. والله ما لها داعي الحركة. وهوبا. Aiden, I saw Sophie and her men near the water tower. وش سوينا؟ So the place should be empty now. But I don't know when they'll be back. اوكي. يعطيك العافية. والله يا اخوان موضوع المهارة هذا اللي يخليك تركض بسرعة من افضل المهارات اللي طورتها. بارني له دخل في موضوع الجريمة، فعشان كذا احنا جايين نستكشف الموضوع على حسب ما قال هذا قبل شوي. خلنا نشوف لنا دليل. ما في شو اسمه ذا المثبط، المكان اللي ودي الوته الحلقة الماضية شكله معرفه. اوكي ما في الا غرش. اوكي هنا في شغلات دواء. اول شيء لوت بعدين ندور على دليل. تفتيش. That ain't no proof. واضح انه هنا بروف غرفته اصلا ما شاء الله. طيب هنا اكيد البروف. ايوه واضح انه وصلنا البروف بس ما في لوت وراي. امشي اللوت. ايوه وصلنا الى البروف. شيله يا ابن الحلال. هذا الشعار يا اخوان هذا كان اقسم بالله وشه. قوات حفظ السلام. Hakon, I found the tattoo they cut out of Lucas. Damn freaks. What? Yeah. Oh, I'm gonna throw up. Get the hell out of there. We tell Aitor and... Why are you going through my sister's stuff? Shit. Didn't know they were hiring pilgrims as housekeepers in this hole. Are you shedding skin, Barney? What the fuck is... We didn't... A little piece of Lucas to remember him by, you sicko. Fuck you. Nice try. But that ain't mine. I'll kill you, you son of a bitch! ما ادري ايش حاسه صادق. You can't take us all. بس منها نفتك منه. ما خلونا نقتله. بيعترف. Stop it. What's going on here for fuck's sake? Are you nuts? He's setting us up. This fucking pilgrim is framing us. What is he talking about, Aiden? I found the proof. Hidden proof? Of what? But they have to check the tattoo from Commander Lucas's after his death, or when he was still alive. Maybe you didn't. But you're crazy, brother. Barney's not a psycho. I'm going to Aider. Aiden, it's not us. Nobody at the bazaar will believe you. Then where did this piece of skin come from, Sophie? Could have been planted to set us up. Who would do that? And what? To distract everyone from the real killer. Who had the most to gain? If it was that easy for you to get in here, then someone else could have come in here. Doesn't matter. This is between you and Aider now. خلونا يطلع بس. Please. Aider doesn't care about the truth. He doesn't care about finding the real killer. He's only looking for a reason to raid the bazaar. It's not my war, Sophie. No. But you'll have blood on your hands. Blood of innocent. Someone is setting us up. Someone clever. We're not sadists who would skin look. But I know that you want to get rid of the PK. Yes. And we will get rid of them. But not like I'll help you get to the center. I promise. How? That seems dangerous. We've been preparing for this for a long time. I'll tell you everything when I'm ready. Time to make some changes. انتظر اتصال صوفي. الحين راح نساعدها. اكتشفنا الدليل في غرفتها لكن راح نساعدها. والله ما دريت يا اخوان وش اقول.
أنا بنفسي ضعت. أعطوني رأيكم في الكومنت يا إخوان، هل توقعون أنها فعلا صادقة بكلامها ومش هم اللي قتلوا، ولا جلسة تنصب علي؟ اكتبوا لي في الكومنت أبى أشوف رأيكم، ونشوف إن شاء الله في الحلقة الجاية فعليا من القاتل ونفتك من المسألة هذه أو القضية اللي ما أدري وش دخلني فيها أساسا. شكرا على المشاهدة مرة ثانية، السلام عليكم.